الوضع ده اكيد كان صعب، لان انت في الساحه الغربيه كتير، اهلك هنا في القاهره، مراتك ابنك قاعد انت هناك كتير، وبتبني شركه، فانت مسحول في يعني اي حد بنى شركه او مشروع فاهم قد ايه ان انت في المرحله الاولانيه بالذات بتدوس بنزين جامد قوي عشان الدنيا تقوم. تعاملت مع الموضوع ده ازاي؟ وازاي كان في، هل كان في سبورت من البيت؟ هل كان في صعوبات مريت بيها؟ انت راجل مش موجود كتير، مش بس بتروح الشغل بتقضي ساعات كتير بره، لا انت قاعد في الصحراء. وهل كنت بتفكر هو ايه اللي جبته لنفسي ده؟ ما كنت قاعد في مكتب شركات مالتي ناشونال يا عم وبترول وزي الفل. عمري ما يعني مش عارف، بس انا عمري ما حصلش ان انا فكرت انه انا ايه اللي عملته في نفسي ده، يعني عمري ما فكرت فيها بصراحه، او ما مش اول حاجه بتخطر على بالي. حلو. طبعا حاجه زي كده عمرها ما كانت هتحصل من غير ما يبقى فيه يعني مسانده جامده جدا، سواء من مراتي انجي او من اهلي. وحاجه من الحاجات اللي عايز اقولها لك انها لسه مكمله، يعني المشكله انه الاول لما كنت بتكلم مع انجي كنت بقول لها عنق الزجاجه وهنعدي من عنق الزجاجه وبعد كده الامور هتستقر، فهي تيجي تقعد تقول لي عنق الزجاجه ده شكله مش هيخلص، لان هو الموضوع احنا قاعدين في العنق بقالنا بالظبط 10 كل ما 15 سنة دلوقتي. بالظبط كل ما الشركه بتكبر كل ما الموضوع بيتعقد اكتر، كل ما الموضوع بيزيد. فطبعا اكيد ليه في الاخر تاثير على الحياه العائليه طبيعي. تفتكر ده الثمن اللي بتدفعه اللي انت تبني مؤسسة او كده؟ في اثمان عده، مش بس من الناحيه العائليه، من نواحي كتير جدا، ناحيه جسديه ومن الناحيه النفسيه وحاجات كتير. بس عايز اقول لك حاجه في الاخر اللي انا اتعلمته، انه لو انا ما عنديش القدره ان انا اقضي وقت كتير مع اولادي، فانا لازم اتاكد ان انا الوقت اللي بقضيه معاهم يبقى عالي الجوده، يبقى وقت كويس جدا. فانا كلمة دي لقيت انه اتقالت من وليد حسونة الحلقة بتاعته، يعني انا بنصح الناس تتفرج عليها. قال لي كده، قال لي انا ما بقضيش كتير بس عايز الوقت اللي انا بقضيه يبقى فيري هاي كواليتي، بالظبط كده، فبركز قوي على الحتة دي اللي هو مش بيبقى كتير. فانا بركز على الاحاسيس او السنسز الحواس بتاعت الاطفال، بمعنى انه ان انا بحاول اخلي الانشطه اللي بعملها معاهم او الوقت اللي بقضيه معاهم يكون مرتبط بذهنهم بصوت معين، بطعم معين، بريحه معينه، بحاجات معينه. بمعنى انه على طول وهم صغيرين كنت لما اعمل القهوه وانا بحضر القهوه اتاكد ان هم قاعدين معايا. ليه؟ علشان لما يشموا ريحه البن يفتكروني ويفتكروا الوقت اللي بنقضيه مع بعض. لما اسمع مزيكا بحبها مثلا اتاكد ان هم يبقوا معايا. ليه؟ علشان لما يسمعوها بعد كده يفتكروني. فالقهوه مرتبطه بالشم، المزيكا مرتبطه بالسمع. كنت بقعدهم نعمل ليجو كتير مع بعض علشان لما يشوفوا الليجو يفتكروني، لانه مرتبط باللمس. فكل اللي انا حسيته اللي انا شايفه ان كل ما بتقضي وقت اكتر مع عيالك بتعملوا حاجات مرتبطه بالحواس، كل ما ده بيفرق معاهم جدا في قيمه الوقت اللي بيقعدوه معاك. صحيح، لان هو ما بيبقاش متاح كبير بسبب الحاجات دي. يعني انا ليه بتكلم في الموضوع ده قوي، بركز فيه في الحلقات، لان ناس كتير قوي، شباب كتير بيشوف ناس بتتكلم على في سامتس ومؤتمرات وبيتكلم اونلاين على البيزنس، وشويه انا بشوف ان بعض الناس قلبوا انفلونسرز اكتر ما هم رواد اعمال، وما بيشوفوش الدارك سايد او الحاجات الصعبه او المسؤوليات للشخصيه دي قد ايه بتاثر على جوانب مختلفه من حياته. والحقيقه من انترفيوهات انا عملت دلوقتي 150 سي او انفستور رائد اعمال، ان ده شيء كلهم بيتكلموا عليه، يعني كلهم عندهم نفس الحاجه، لان ده تمن ان انت تقوم مؤسسه والتيم، لان انت ما بقتش بس اسرتك المسؤوله منك، انت بقى في 200 شخص مسؤولين منك وليهم وقتهم وليهم، فده الصعوبه والحته اللي انت قلت لي على موضوع الحواس دي لذيذه قوي. لان انا ابني هارون سنه ونص، باخده معايا هو في السن الصغير ده، باخده معايا بالبوسات بتاعته ولا الاسترولر، باخده معايا في الجيم، بروح الجيم اتمرن عشان ما عنديش وقت كتير، فيا دوبك ايه بلحق الجيم،
هاخده معايا بالسرور الجيم بتاعي في النادي عشان يقعد يتفرج ويفتكر الجيم ده بيا. وحتى لدرجه الناس اللي هم ايه القدام في الجيم على طول باخده بيا، هم عارفينه خلاص، واول ما يخش هارون هارون مش عارف ايه يسلموا عليه، بحيث ان هو يتعود ان ده لقطه مع ابوه، لما يسمع صوت الحديد والمكن بتوع الجيم وكده يفتكرني. بالظبط، لانه في الاخر انت لازم يعني، في الاخر لقيت ان الوقت اللي بقضيه معاهم لازم يكون في حاجه مميزه للوقت ده عن بقيه اليوم او بقيه الاسبوع. صحيح. في نفس الوقت يعني في الاجازات بستفرد بيهم، يعني ساعات كتير باخدهم واسافر بيهم ويعملوا حاجه غير مريحه بالمره. كده تعبنا معاك. لازم تكون حاجه متعبه او غير مريحه او غير متوافقه مع اللي هم متعودين عليه. ليه؟ علشان على طول يفتكروا التجارب اللي انا بحس انها بتوسع المدارك شويه، وحتى بعيدا عن تليفوناتهم او اي حاجه ممكن تكون شغلاهم. وبحس ان ده اللي بقدر اعوض بيه شويه عن انه كتير من الوقت مش بكون موجود، كتير من الوقت مش بحضر الحاجات في المدرسه اللي هم يبقوا عايزين يحضرها. في حاجات من النوعيه دي، واي عيل صغير بيبقى عايز ابوه او امه يبقوا معاه في الكونتكست ده، او في الحاجه اللي هم بيبقوا فخورين بيها جدا بنفسهم. بس لو مش قادر فلازم تعوضها. هل هم وصلوا السن دلوقتي ان انت بقيت تشرح لهم ليه انت مش موجود في حاجات زي كده في بعض الاوقات، او هم بقوا متفاهمين ولا لسه صغيرين على الحته؟ لا، انا يعني انا عندي 3، 12 و10 و3 سنين. ممكن 12 و10 يبقوا الكبار يعني الكلام بيبقى على القضية، انه في الاخر كل حاجة بنعملها بتخدم قضية معينة، وانا اللي بحاول اركز معهم عليه انه احنا عايشين عشان قضية معينة، سواء كانت كارم سولر او اي حاجة بنعملها في حياتنا. فالهدف هو انك تدافع عن القضية دي او توصل للحاجة اللي انت عايز توصلها في حياتك، علشان ما يبقوش مرتبطين بكارم سولر فقط، لان انا مش عايزهم مرتبطين بكارم سولر. عايزهم يبقوا مرتبطين بالحاجة اللي هم بيحبوها او الحاجة اللي هم عايزين يعملوها عامة يعني.